موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خلتسير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه، ما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه، احنا ان شاء الله بنوصل له بنعمل لك عنه فيديو مميز. انا هلا موجود في مدينة السلط، عندي طلب من الاخ احمد طلب مني اني اصور له دخلة ابو مربع ومسجد البخاري ومسجد النور. لا انا نقيت طلب واحد بس له مسجد النور اللي طلع معي على النافيجيشن. انا خرائطي يا جماعة ما راح امشي، صعب كثير علي اني امشي خرائط، فانا راح اصور ان شاء الله محيط مسجد النور، واذا قدرت الاقي دخلة ابو مربع ومسجد البخاري، يعني دخلة ابو مربع انا مش سكان السلطة عشان اعرفها يعني للأسف. فانا بلشت اصور بدري في شارع الخطيب وطلعت منه، طلعة كنت نازل من الطريق الرئيسي باتجاه السلط ووسط السلط القديم، فاخذت الطلعة هاي لاني لقيت الشوارع هاي انا ما صورتها قبل هالمرة، لهيك دخلت شارع محمد لأحمد الخشمان. انا هلأ في شارع الخشمان، اعطيكم شوية معلومات عن مدينة السلط. طبعا انا اعطيتكم كل المعلومات هاي في الفيديوهات القديمة، بس مع ذلك صار لي زمان ما صورت في السلط، لهيك اذكركم بس بالمعلومات. سموها السلط نسبة للقائد اليوناني سالتوس، اللي هو دخلها وقت القائد الكبير الاسكندر المقدوني. طبعا عملوا فيها برضو في منطقة زي عملوا معبد الاهل اسف للاله زيوس، وكانت مركز من مراكز الجيش الإغريقي أيام الإسكندر، يعني عمل فيها حامية لإله. هون تبعد عن عمان 30 كيلو متر باتجاه الشمال الغربي، طبعا من المناطق الجميلة، وارتفاعها عن سطح البحر 880 متر عن سطح البحر، وعدد السكان ما يقارب 130 ألف نسمة. طبعا أدرجت على لحظة بس عشان الشارع، معلش أنا آسف وقفت غصبا عني. أدرجت السلط القديمة على لائحة التراث العالمي التابع لليونسكو في عام 2021 بالضبط 27/7/21. هذا هو مسجد الإمام البخاري، نروح باتجاهه. أنا كنت بدي أطلع على مسجد النور بس لأنه كان مركز على مسجد البخاري، لأنه مقابله في بيت الباشا عمر الدباس، هيك هو كاتب مقابل المسجد في بيت الباشا عمر الدباس. طب يا ريت يعني اعطانا انه في شخص مهم ساكن هون او كان ساكن هون، ما بعرف، يا ريت لو اعطانا بس معلومات عن الباشا الدباس، يعني يا ريت. الدباس من العائلات العريقه اللي معروفه بالسلط، طبعا انا لي صديق من عائله الدباس ومن احسن الناس يعني ما شاء الله عليهم. طبعا شوفوا مطلات السلط ما اجملها، انت دائما بتطلع فوق جبال، السلط كلها جبال، حتى في شارع له في السلط اسمه شارع السلالم لانه فيش فيها شوارع، بس دراج. يعني السلط من المدن القديمة جدا، لهيك ما كان يعني لما نحكي عن مدينة عمرها مئات السنين، هذا هو المسجد مئات السنين، فاشي طبيعي مش راح تلاقي طرق كثيرة للسيارات، لانه الاف السنين ومئات السنين ما كان في طرق للسيارات. خلينا نشوف هون، هذا هو المسجد، مسجد الإمام البخاري، مقابله بيت الباشا الدباس. تحياتي لكل عشيرة الدباس. خلينا نكفي، والله الشارع جميل جدا، حتى عاملين باركينج على اليمين ومخطط، هذا التخطيط وهي الشوارع والله ما بتلاقيها إلا في المولات صراحة، لأنه عندنا في عمان ما في عندنا هذا التخطيط للباركينج، ما في منه. يعني انا دائما اذا بترجعوا للفيديوهات القديمه اللي انا صورتها عن مدينه السلط، قلت لكم انه من اجمل الشوارع الموجوده في عمان اللي هي شوارع يعني في الاردن من شوارعها اللي هي شوارع السلط. شوفوا سيارات النفايات ما اصغرها، لانه الشوارع صغيره هون، الشوارع صغيره. طبعا وبحيي بلديه او امانه السلط الكبرى او بلديه السلط الكبرى على نظافه شوارعها، يعني شايفين اليوم جمعه والدنيا الصبح عمالهم بلفوا. طبعا عندهم وعندنا في عمان بعرفش باقي المدن كيف الوضع، 24 ساعة الشغل في النظافة، يعطيهم ألف عافية. نطلع من هذا الشارع الصغير
شوف الشوارع يعني سبحان الله شوارع يعني خطيرة، اللي بيمشي بسرعة خطيرة جدا، حتى السيارة بلشت عيني. نشوف شو اسم الشارع هذا، شارع الشهيد منير يوسف أبو جودة الله يرحمه. نروح على اليمين نشوف هذا الشارع، شارع الشهيد علي مصطفى العبد الله الله يرحمهم. والله جميل جدا انه يتسمى تتسمى شوارع باسم شهدائنا الأبرار. شارع البصرة، البصرة تحية لأهل البصرة من الأردن، من إخوانكم بالأردن، هاي مسمين شارع البصرة باسم المدينة العريقة الموجودة في العراق العظيم، البصرة. نكمل دغري، أنا عجبني الحي، أنا عجبني جدا الحي صراحة. شوفوا ما شاء الله كان عندهم عرس هون، مزينين حتى شجر على الباب، جميل جدا، الله يبارك لهم يا رب. والله جميل هذا الحي، جميل جدا يا جماعة، من الأحياء الجميلة جدا اللي أنا أول مرة بدخلها بالسلط. الشهيد علي مصطفى العبد الله، نعم قرناه، هذا هو اسم الشارع. والله أنا الحي ما بعرف شو اسمه صراحة، يا ريت لو أعطانا اسم الحي علي مصطفى العبد الله. هلا احنا على اليمين نروح، شوف الطلة من هون يا جماعة، شوف الطلة، شوف الطلة إذا مبينة معكم كويسة بالكاميرا. ما شاء الله السلط من المدن الجميلة يا جماعة، والله شوفوا النظافة بالشوارع، شوفوا نظافة الشوارع. على فكرة أغلبية أهل السلط، أغلبية السائح من أهل السلط متعلمين، وعندهم عدد كبير جدا من اقرأ باسم ربك، ما عرفت شو اسم المدرسة، وفي عندهم عدد كبير جدا من حملة الدكتوراه، وعدد أكبر من حملة الماجستير. يعني ما شاء الله شعب مثقف جدا. أنا قعدت وتناقشت معهم، حتى في أخ قيس العبادي طلعت من إياه، عملنا لف في السلط في القرى السلط، بتذكر دعم الغزلات، طلعنا من الشباب المثقف تثقيف، يعني ثقافة عالية جدا، ثقافته عالية جدا ما شاء الله، وهذا نموذج من شباب السلط. هلا احنا على اليمين من هون، هذا هو المسجد النور بتوقع، يعني دورت لك عليها هاي المرة، المرة الجاية تطلبش مني طلبين، رجاء لا تطلب مني طلبين، انا حبيت الحي لهيك لفيت. هاي البسة، يعني انا من الناس هاي البسس بموت عليها، يعني انا براقبها وبحب اتطلع عليها. نشوف هذا هو مسجد النور، مسجد خالد بن الوليد، لا مش مسجد النور، لسه النور بعيد من هون. خلينا كف، هي عند الخارطة شغالة على النور. انا والله لاني حبيت الحي كملت لف، لانه في عندي تصوير ثاني وثالث ورابع اليوم في مناطق السلط، وهلا ان شاء الله بعد هذا الفيديو حطلع على القرى الموجودة في السلط، عندي كذا قرية لازم اطلع اصورها. شارع خليل السكر، تحياتي لعشيرة السكر. طبعا عشيرة السكر انا صورت لكم دوار السكر اللي موجود في ام السماك ومناطقها، وتكلمت وصورت المنطقة كاملة. يعني شوفوا ما شاء الله، هذاك بتوقع مستشفى السلط الجديد، بتوقع هذاك المبنى الكبير مستشفى السلط الجديد، وصلحوني انا مش من سكان مدينة السلط. شوفوا ما شاء الله هالطلة ما اجملها، طلع على اليسار عندي رائعة، يعني بيوت وبينها أشجار، أشجار كثيرة بين البيوت، منظر جميل جدا. هذا بالربيع بيكون اللون البني رايح وموجود اللون الأخضر، لأنه عندنا بالربيع كثير اللون الأخضر بيكون طاغي. طبعا مسجات يوم الجمعة هاي اللي بضلها تطلع، مسجات يوم الجمعة التصبيحة وجمعة مباركة، فأنا متعود على الأهل دائما لازم بعت لهم، أنا أول واحد ممكن بصحى فيهم هم بلشوا يبعثوا لي بعدين. خلينا نكفي الشارع، شوفوا قديش أبعدنا عن المنطقة اللي احنا فيها، هي هون ببنوا، ومع ذلك شوف الشوارع ما أنظفها. أنا بدي أركز كثير على النظافة عشان تتعلم البلديات الثانية اللي في أخ من المتابعين أنت منتقد ودائما تنتقد وحالتك حالي وبديش أتابعك، مع السلامة يا أخي تتابعنيش، لأنه أنت شايف لي فيديو واحد الظاهر وشايفني عمالي بنتقد في وقذارة شارع، ممكن هو من نفس الحي اللي أنا انتقدت نظافته، أنا ما انتقدتش الحي لهيك زعل، ممكن، مع ألف سلامة. هاي سيارة رومانية، رومانية مكتوب عليها، هاي التارجا شو بسموها، النمرة، نمرة أوروبية. والله هذا خارطة لحاله المسجد. أنا طالع اتجاه مسجد النور، يعني هذا لحاله خارطة الصراحة. شارع خليل السكر، ننزل من هون، شوفوا كيف الشوارع، يعني كأنك على جبل الروسي. لازم الواحد يمشي على أقل من ماله في الصلب. شوفوا الشارع ما أصغره وشوفوا نظافته، شوفوا الشجر الموجود داخل البيت،
البيت جميل جدا يعني. هاي البيوت من اجمل البيوت والله، لا تحكي لي فيلا ولا تحكي لي قصور، اجمل البيوت حتى اماكنها كثير جميله. بكفي يعمل لي بيوت بسكانها، البيوت بسكانها. اهل السلط من الناس الطيبين جدا والناس المثقفه جدا. انا كثير بمدح فيهم على فكره، انا كثير بمدح فيهم، بس والله شهادتي فيهم مجروحه يا جماعه. شوف هالشارع الصغير اللي ودينا عليه النافيجيشن، ان شاء الله ما يكون حد طالع. ياسمين، هي الياسمين نازل من هذا البيت، ما شاء الله تبارك الله. بيوتهم جميله يا جماعه، والله بيوت جميله جدا. هذاك هو اللي قبالنا الشارع المسجد. والله انك حاط لي خارطه صعبه جدا. انا خلص اللي بيطلب مني مناطق زي هيك بدي ادفع البنزينات. يعني الصلت كلها جبال، خلص طلب واحد يا اخي. طيب انا لفلف انا. نشوف وين راح. والله يضيع، انا ضيعت. انا كل مش مهم عندي، انا شفنا المسجد هيو، انا صورت له. بس هذا برضو الشارع جميل جدا عجبني. انا لما الشارع بيعجبني بكمل يعني. انا الظاهر راح اضيع وقتي اليوم في الصلت. الصلت جميلة، جميلة جدا والله يا جماعة، من اجمل المدن الاردنية. انا بعشقها للصلت. انا لوقت فراغي لما بكون طالع وزهقان ومش عارف شو بدي اعمل، يا بطلع على منطقة العلوك يا باجي على منطقة الصلت. يعني منطقتين قريبات كثير من عمان، وادي الحلبي الاسكان. يعني اول مرة بعرف انه في هون وادي الحلبي. على كل، انا هيك بكون خلصت لكم الفيديو، بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد ومع الف سلامه. تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم دائما تعلقوا لي على الفيديوهات.